سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مدينة جسر قسنطينة والضيوف الكرام اللي جاونا كامل اليوم، عمو يزيد سعيد جدا اللي راهو معكم اليوم هنا، وانتم معكم فرحانين. إذن أحبائي، باسم بلدية جسر قسنطينة منظم هذا الحفل اللي هو برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول، عمو يزيد يقولكم مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا الحفل الجميل. على بالكم باللي عمو يزيد يجول مدن الوطن، الهدف نتاعنا أننا نوصلوا للأطفال كامل في هذه الرسالة التربوية والترفيهية. أحبائي راكم في عطلة؟ إذن مادام رانا في عطلة، واش رايكم نغنوا أغنية العطلة لعمو يزيد يقول فيها بذلنا، تعالي تعالى، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهنا، تعالي ومن بعد وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة، تعالي بذلنا بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهنا، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. تغنوا كامل معايا العطلة يا أخي، يلا. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين، جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. نلعب
نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا أحبائي. أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. واسمو هذا الشباب هذا؟ تعال تعال تعال، هادو في زوج، تعالوا تعالوا تعالوا، جيبوهم لي هادو، هاد العرايس هادو، يلا جيبهم جيبهم. عمو يزيد يحب كل ما هو جميل ويحب الأطفال الشاطرين. تعالوا تعالوا تعالوا، روحي بنتي. واسمك بنتي؟ ريهام. ريهام، وانت؟ روح روح. واسمك؟ واسمك كمال. واسمك كمال؟ كميل. شحال في عمرك؟ 9 سنين. تسع سنين؟ شحال؟ 8 سنين. او حب يكبر بالخف؟ عبالكم الاطفال كي يكونوا صغار يحبوا يكبروا، بصح من بعد شحال؟ 3 سنين. اي بيعاتو، خلاص اروح اروحي منها. خلاص هيقتنا ثلاثة. 3 سنين؟ 3 سنين. يا 3 سنين. وانت يا بنتي شحال في عمرك؟ 5 سنين. شاطرة. تحبي ماما وبابا؟ ايه. شكون اللي تحبيه اكثر؟ بابا. بابا، وشكون اللي جابها؟ شكون جابك اليوم؟ ماما. كيف جابتك ماما وتحبي بابا؟ فهمي لي هذه برك، انا حبيت نفهمها. وراي ماما اليوم غير حوسي وين تروحي اليوم؟ غير شوفي لعندك جارتك تحبك، ولا خالتك تحبك، ولا اليوم يدوك. قولي ها؟ ايه ايه. وانت خوك هذا؟ وانت شكون تحب، ماما ولا بابا اكثر؟ بابا. بابا، وشكون جابك؟ ها؟ مع من جيت؟ مع من؟ مع ماما. جيت مع ماما تاني؟ حيرتوني. كيفاش ماما تجيب، ماما تدي، ماما تطيب، ماما تغسل، ماما وتحبوا بابا؟ علاش تحبوا بابا؟ يجيب لكم الهدايا؟ ايه. يجيب لكم لي كادو؟ ايه. وماما ما تجيب لكم والو؟ ايه. ايه واشن؟ بابا هو اللي يجيب الهدايا. ايه. واش جاب لك اخر هديه بابا؟ واش شرالك هذه المره؟ شرالي كادو. كادو؟ وانت شالك كادو بابا تاني؟ ايه. خلاص اقعدوا معنا، خلوهم معنا هاد الشاطئين، ديرولهم مكان جميل. يلا اقعدوا، يلا هنايا قعدوهم معنا هنا، هنا باش يكونوا باش يبانوا هنا هنا. يلا هنا. والله الاطفال البراءة البراءة، ماشي معناتها انهم ما يحبوش امهم، بالعكس بالعكس، ولكن احنا نحبوا نضحكوا شويه مع الاطفال. الأطفال يحبوا والديهم، والوالدين يحبوا ولادهم، ويحبوا ولادهم ينجحوا.
يحبوا ولادهم يقراوا مليح ويحبوهم ينجحوا. إذن أحبائي، شكون جابوا 9.90؟ شوف الشاطر هذاك لو قدامها. واسمك وليدي؟ محمود. محمود، واش سنة تقرا محمود؟ الرابعة. بلاقل 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 وليدي، واش بيه؟ الله يبارك الله يبارك، عندك الطاقة عندك الطاقة، مليح عندك الطاقة هذه، ديرها في الدراسة. جميل، شحال جبت معدل محمود؟ 9.90. الله يبارك، شكون ثاني جاب 9.90؟ 9.90، شكون؟ شوف الشاطرة هذه. شكون 9.90؟ واسمك بنتي؟ فريا شطي. واش مسنة تقراي فريا؟ 5 ابتدائي. الله يبارك، شحال جبتي معدل؟ 9.90. الله يبارك، شكون ثاني 9.90؟ شحال معدل؟ شحال؟ 9.90. شحال جبت انت وليدي؟ 9.90. 9.90. اش راك تضحك بصح؟ سير بالك عمو يزيد من بعد يروح يروح يسقسي كاع المعلمين تاعكم. شحال جبت معدل؟ 9.90. يكتب. شكون ثاني 9.90 في تويديكم؟ لا لا 90 ماشي 80. 9.90 فما فوق. انت ثاني، شوفوا الشاطره هذه. واسمك بنتي؟ واسمك؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ 8 سنوات. واش سنة تقراي؟ ثالثة. شحال جبتي معدل؟ 9.90. الله يبارك. أحبائي، ياك اللي يتعب ينال. أحبائي النجاح، ولكن طريق النجاح معروف. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما، ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما، ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، بين الغايات المثلى. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد،
هذا قولي هذي عدسي فالدنيا ميدان الكد. شكرا 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 برافو برافو شكرا شكرا. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. أحبائي مراجعة الدروس مهمة جدا، ما تخليش الدروس والواجبات تتراكم عليك، لما تتراكم عليك الواجبات راح تفقد هذاك حب المدرسة أنك تروح للمدرسة وكامل، ولما تتراكم عليك الواجبات وتروح للمعلمة وش يصرى لك؟ ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. كمل. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي أشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إذا التحقوا بالأولياء تاعكم. شكرا شكرا. يلا هو بنتي وش حبيتي؟ حبيتي تكرمي أستاذة تاعك؟ هاي هنا مايش هنا. واسمها؟ أريد أن أكرم أستاذتي فاتحة بريك وأقول لها أنا أحبك من قلبي. الله يبارك الله يبارك. إذا شكرا أحبائي، التحقوا بالأولياء تاعكم. في
في حين مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. في حين مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. تحت الشجر وبين الدور أتراقص مثل العصفور، ألقي الفرح وألقي النور، ألعب مع أطفال الحي. تحت الشجر وبين الدور أتراقص مثل العصفور، ألقي الفرح وألقي النور، ألعب مع أطفال الحي. في حين مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. في الحي أحيا بأمان، أركض ألعب باطمئنان، أتسلق شجر البستان وأغني أنغاما عذبة. في الحي أحيا بأمان، أركض ألعب باطمئنان، أتسلق شجر البستان وأغني أنغاما عذبة. في حي مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. حينا للناس سرور، زهو يملأه وحبور، فيه أطيار وزهور، بارك يا ربي في الحي. حينا للناس سرور، زهو يملأه وحبور، فيه أطيار وزهور، بارك يا ربي في الحي. Thank you.
شكرا شكرا شكرا. حينا مع الصباح. ربي طول عمرك، ربي يخليك ربي يخليك. كاين كذلك، كاين كذلك الحي، وكاين الاسره، الاسره. ولكن قبل ما نروحوا الاسره، شكون اللي يقدر يقول لي يوم 18 ديسمبر هذا اللي فات كان يوم عالمي مهم؟ يلا شوفوا لنا هاد الشاطرين هادو. يلا اذا يوم 18 ديسمبر كان اليوم العالمي لي، شكون اللي يعرف؟ واش هي؟ لغة عربية. واو 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 واو، برافو. كنتوا عارفين بلي اليوم العالمي للغة العربية؟ كاين حاجة مهمة جدا، 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية، ولكن واش صرا في هذاك النهار؟ علاش ولا اليوم العالمي للغة العربية؟ وفي أي سنة؟ يلا هذا هو السؤال، واش صرا في هذاك اليوم؟ علاش ولا اليوم العالمي للغة العربية؟ واش صرا في العالم باش صبح اليوم عالمي؟ وفي أي سنة؟ شكون يعرف؟ يلا 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 يلا. تعرفي؟ شوف الشاطرة هذيك، واسمك بنتي؟ واسمك؟ مريم. مريم، شحال في عمرك؟ 10. 10 أيام؟ 10 سنين. 10 سنين. علاش ولا هذاك اليوم يرمز لليوم العالمي للغة العربية؟ واش صرا؟ تطور اللغة العربية. لا لا، اللغة العربية متطورة من بكري، وخاصة أنها لغة القرآن، هذا الشيء مفروغ منه. ماناش هنا باش نقولوا اللغة العربية تطور ولا لا. اللغة العربية لغة عالمية من بكري، ولكن كاين حاجة صرات هذاك اليوم باش أصبح اليوم العالمي للغة العربية، مش اللغة العربية اللي أصبحت عالمية. شوف الشاطرة هذيك اللي قدامها، واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك، شحال في عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنوات، واش صرا في هذاك اليوم؟ يوم المعاقين. لا لا، اليوم العالمي للمعاق 3 ديسمبر، ماشي 18. يعني نهضر على يوم 18 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي للغة العربية. واش وقع في هذاك اليوم باش أصبحت اللغة العربية لغة؟ شوف الشطرة هذيك، واسمك بنتي؟ واسمك؟ سارة. واسمك؟ سارة. سارة، إذا بنتي واش صرا في هذاك اليوم؟ يوم القراءة. نعم؟ تأسس جمعية الأمم المتحدة. لا 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 لا، جمعية الأمم المتحدة أسست مقبل بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. أحبائي، خلاص خلاص خلاص. صديقتنا تعالي تعالي تعالي، هي اللي قالت لي اليوم العالمي للغة العربية، نعطوها الهدية ليها، وعمو يزيد يجاوب على الشطر الثاني. معليش، وشن؟ لا 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 لا، لكن بعدتوا على الجواب، بعدتوا على الجواب بسيط. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي عاودي قولي لهم اسمك. راجع حلاك. الله يبارك. هذه هدية من شركة رامي تهديها لك، إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله يا ربي يجزيكم خيركم، وإن شاء الله ربي يدوركم كل حاجة، وإنت يا ست مع الأطفال اللي كانوا معنا، وعمو يزيد من سهرك خشوفة صح. ميرسي بوكو. الله يخليك، الله يخليك بنتي، ربي يحفظها ان شاء الله، ربي يحفظها. احبائي معليش، كاين اسئله؟ يلا اخر محاوله. واسمك بنتي؟ انفال. انفال، شحال في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، واش وقع في هذاك اليوم؟ قررت الولايات المتحده قررت الولايات المتحده الامريكيه بس تكون اللغة العربية لغة رسمية يوم 18 ديسمبر. لا 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 لا، يا أنفال بنتي، الجواب تاعك فيه شطر صحيح والشطر خاطئ. ليست الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ما عندها حتى سلطة على العالم، جمعية الأمم المتحدة. الولايات المتحدة تحكم في روحها، أنا خطينا، إحنا جمعية الأمم المتحدة اللي فيها كل دول العالم. نقبلوا من هالجواب؟ أنا جاوب على السؤال.
انا نجاوب على السؤال. خلاص 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 ونعطيكم جواب من بعد، نعطيكم سؤال اسهل. معليش احبائي، كم لغه رسميه تتداولها جمعيه الامم المتحده؟ عدد اللغات اللي يهضروا بهم عندك الحق انك تدير بهم خطاب ولا تتعامل بهم في جمعيه الامم المتحده، شحال كاين من لغه؟ ثلاثة لا لا، أربعة لا لا، خمسة لا لا، سبعة لا لا، شحال؟ اثنين لا لا، أربعة لا لا، ستة. أحبائي على بالكم يا أحبائي، اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في جمعية الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1973، أصبحت سادس لغة يتعاملوا بها. يعني حتى لسنة 73 باش أصبحت اللغة العربية لغة رسمية، يعني يقدروا يديروا بها الخطابات، يقدروا يتعاملوا بها. هذا مهم جدا ومكسب كبير للغة العربية. إذن أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في جمعية الأمم المتحدة منذ 18 ديسمبر 1973، هي السادس لغة. معلش عمو يزيد جاوب على الشطر الثاني. نعطيكم سؤال آخر، يلا سؤال آخر. وقتاش اليوم العالمي للماء؟ لا جورني انترناسيونال دو لو. هذا اليوم العالمي عمو يزيد علاش يهضر عليه؟ لأنه دالكم أغنية في نقول فيها لا تسرف في المياه واسمها الماء. هذه الأغنية تغنوها كامل معايا، ولكن قبل هذا الشيء قولوا لي وقتاش اليوم العالمي للماء؟ واليوم العالمي للماء هو يوم يتوقف فيه العالم كامل باش يحسس الناس باش ما يصرفوش المياه، باش يحافظوا على هذه الثروة هذه. وجعلنا من الماء كل شيء حيا، صدق الله العظيم. أحبائي الماء هو الحياة. وقتاش اليوم العالمي للماء؟ وقتاش؟ لا 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 لا. شوف الشاطر هذاك، واسمك وليدي؟ مهدي. مهدي شحال في عمرك مهدي؟ 12 سنة. وقتاش اليوم العالمي للماء؟ 3 مارس. لا لا ماكش بعيد، يا في شهر مارس ولكن ماشي 3 مارس. شوف الشاطرة هذه، واسمك؟ سيرين. سيرين شحال في عمرك؟ 11 سنة. وقتاش اليوم العالمي للماء؟ 21 مارس. لا 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 لا، شوف الشاطرة هذيك اللي قدامها، واسمك؟ إسراء. إسراء شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. وقتاش اليوم العالمي للماء؟ 22. لا لا لا، تعال. عرفتوا الجواب؟ ها؟ جاوبت على السؤال أحبائي، خلاص جاوبت على السؤال. من فضلكم يلا، من فضلكم تعالي أروح. خلاص جاوبت على السؤال. واسمك؟ ملاك. وين تسكني ملاك؟ في بن شعبان. في بن شعبان. شحال في عمرك؟ 8 سنين. شاطرة في الدراسة؟ شحال جبتي معدل؟ 7. 7 الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للماء؟ 7. واجن تعرفتوها كامل. يلا معلش لا تسرف في المياه، يلا نغنوا مع بعض ومن بعد نوصلوا. يلا لا تسرف في المياه. لا تسرف في المياه، فيها خير فيها نقاء، فيها نماء للأحياء، فالماء نبع الحياة. لا تسرف في المياه، فيها خير فيها نقاء، فيها نماء للأحياء، فالماء نبع الحياة. هو طهر للإنسان، فيه رزق للحيوان، هو رحمة مهداة، خير نافع للأبدان. هو طهر للإنسان، فيه رزق للحيوان، هو رحمة مهداة، خير نافع للأبدان. لا تسرف في المياه، فيها خير فيها نقاء، فيها نماء للأحياء، فالماء نبع الحياة. فيه نظافة للإنسان،
منه سقي للأعشاب، خير نافع للحيوان، هو نعمات مهداة فيه نظافة للإنسان. منه سقي للأعشاب، خير نافع للحيوان، هو نعمات مهداة. لا تسرف في المياه، فيها خير فيها نقاء، فيها نماء للأحياء، فالماء نبع الحياة. لا يكفي يكفي تبذير، وحياة بلا تسيير، عاهد نفسك أن تراه، بادر بادر بالتغيير. لا يكفي يكفي تبذير، وحياة بلا تسيير، عاهد نفسك أن تراه، بادر بادر بالتغيير. لا تسرف في المياه، فيها خير فيها نقاء، فيها نماء للأحياء، فالماء نبع الحياة. اشكر ربك ما أعطاك، نهر نبع قد أهداك، هذا مطر قد أعطاك، زرع الخير في محياك. اشكر ربك ما أعطاك، نهر نبع قد أهداك، هذا مطر قد أعطاك، زرع الخير في محياك. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شرفنا بحضورك عمو يزيد، وشكراً على الحفلة الجميل. شكراً عمو يزيد على الحفلة اللي دارها لنا. صحيح عمو يزيد على الحفلة. صحيح، بارك الله فيك يزيد، يعطيه الصحة، فرحنا دراري، وهذا هو الأوبجيكتيف تاعنا. عمو يزيد نحبك. عمو يزيد نحبك. عمو يزيد نحبك. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذن أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلوا. هذا البرنامج برعاية رامي. شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.